في خطوة لضخ الدولار إلى المواطنين ومواجهة ارتفاع سعر الصرف، شركات الصرافة في العاصمة بغداد تبدأ ببيع العملة الصعبة، ووان نيوز تغطي عمليات البيع. على خلفية ارتفاع الدولار وتذبذبه بالأسواق المحلية، البنك المركزي يحدد شركات الصرافة التي ستبيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي وبواقع 3000 دولار لكل مسافر. احنا طبعا كشركات الصرافة الفئة A دعمنا العملة مالتنا الوطنية، وذلك توجيها من السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي العراقي انه ندعم الدينار العراقي ونحارب الارتفاع بالأسعار اللي صارت خارج الصيرفات. وتأتي هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار على المستوى العام لأسعار السلع وأسعار الصرف، ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية. مبادرة من البنك المركزي العراقي لكل مسافر 3000 دولار اللي المريض الطالب اللي السياحة بسعر الصرف البنك المركزي العراقي 132. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار قد يسهم بانخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، خاصة بعد تقييد عمل أغلب المصارف الأهلية في العاصمة بغداد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.